هو يا عمي اقعد 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 يا عمي اقعد. والله ما شاء الله قعدة دي فنانة. والله يا عمي الدنيا هذه ما تسوى. جناح بوضة ما شاء الله عليك. واحد يقول له احمد فلوس يعني يقول لك الان الجو انت عين انا علي كوت وانت عليك هذا من برد. وهذا قال لك القحمه قال لك ما يسافر الا برا يتمشى يبيع الدواب حقه ويبيع كل حاجه ويروح يسافر اليوم لعباب من فلوس. ناس يعني اللي معاه فلوس وكذا تلعبه يروح ما يعرف لها طريق. نعم. ما يعرف لها طريق. نعم. فعين احنا في المزارع ما انت شاقي وكل واحد يعني شاقي في المزارع وفي ما شاء الله ومبسوط له رغم هذا البرد كله ويلا يلا بننبرد هذا. وهذا يسافر بلاد الدنيا فيها برد يقول لك ثلج تفتح الماسوره ثلج. وهذا يقول لك مسافر الى برا الناس في هذه الايام وفي هذا الواحد معاه قرشين ما يقول يا الله لك الحمد والشكر ويمشيها في طريقه صح. فما هو رايك في احمد فلوس هذا؟ والله يا احمد فلوس هذا انا ما اعرفه. ايوه انت ما تعرفه. ايوه ما تعرفه صادق لكن انا اعرفه معرفه تامه. والمهم انه قد راح وما عاد معانا الا صبره بس عليه. راح ودحين الان في الدنيا يتصل يقول هاك يتنافضها. قلت له مكدك يا ابن الحلال مكدك على برده وما غدابك. يقول لك اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم. نعم. ما غدابك وما اتعبكم. منه اللي كلفك على هذا الشيء ومنه قال لك تروح؟ قال والله رحت معايا كذا قال لك قرشين وابغى اتمشى وابغى اتمشى اليوم الجو براد وحالتنا حاله والله يعينه. بس والله يا عمي الدنيا تبغى صبر. وبعدين يا عمي اليوم ان بلد هذه لما انت عملت فيها وحرصت فيها ولا والله ما تعيش ما معك الا يعني تشقى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الانسان خير له ان يحتطب يعني حطب. يقول خير لك ان تحتطب ولا تسال الناس اعطوك او منعوك. ويقول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسال الناس ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه لحم. لا اله الا الله الدنيا هذه ولا حاجه. والله ولا قال له يا ولد الخير الدنيا ترى الانسان يعمل ولا حاجه. واعمل اعمل لانه ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك احتطب خير لك ان تحطب لك حطب وتعيش وتوكل نفسك وتوكل عيالك ولا تسال الناس اعطوك او منعوك. نعم ايوه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل من عمل يده يعني ما يطلب الناس ولا يسال الناس مره. هذا قدوتنا وحبيبنا يا اخي. الان الناس اتخذوها الان هذه التسول هذا اتخذوه ما هو الناس اليوم اتخذوها وظيفه. وظيفه والله يا عمي انت لهم عند الدوائر الدائره عند هذه الاشارات حرمه ورجل طو. ها وابدا قديم عندنا هنا في القرى اول قلنا مدن حتى قلنا مدن خلاص ذحين قديم في القرى تلقى على دكان قاعد تلقاه في مشارع تلقى كذا وبعضهم معاه اوراق يقول انا حصل لي كذا يعني مرض نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمارضوا فتمرضوا. امرضوا يقول لا تمارضون فتمرض يعني. ايوه بدل ما انت يعني تقول الحمد لله انا في نعمه وفي عافيه تاخذ تهب لك كذبه وتقول انك انت مريض معك صك معايا صك. إيه. الان عندي كذا وعندي كذا ابغاك تساعدني ويتضاعف ويتظالم ويهب له تعب ويتنافض وما ادري ما هو. والذي جنب عنك يجعله كيف يجري وتوته وتوته. إيه. فهذا يا اخي دجل واحتيال. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاشياء. نعم. وحث على العمل وحث على والبعد عن التسول وطلبان الناس. نعم. اعطوه او منعوه. فالحقيقه انا هذه ظاهره التسول ترى والله قلت لك عندهم اشاره حرمه ورجل. وبعضهم معاه شماغ شنطه قال لك يعني بتاع يشتري حطه فيها يعني فضح بنفسه عاد زياده وزياده. وبعضهم يخرج ويصرف لك. قلت ما معك صرف؟ ايوه 500. قلت له معايا 500 يا اخي وانا ذحين كيف اهب لك؟ قال لي اصرف لك. أوه. ترى عدك كيف غير ذا الشيء. فشيء يا اخي قهر. وبس المهم نسال الله العفو والعافيه ونسال الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه.